الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت مديرية المرور العامة عن تخفيضات وتسهيلات جديدة تخص الغرامات، فيما أشارت إلى أن سعر اللوحات ثابت وغير مشمول بقرار خفض الرسوم. وقال مدير العلاقات والإعلام بالمديرية العميد زياد القيسي أن أسعار اللوحات المرورية ثابتة وغير مشمولة بقرار تخفيض الرسوم، مشيرا إلى أن دفع 50% من مبلغ الغرامة مدد إلى 7 أيام بدلا من 3 أيام، وأكد أن هناك توجها لإلغاء مضاعفة الغرامة، لافتا إلى أن هذه القرارات تشمل جميع العجلات بما فيها الدراجات والتوك توك. قالت لجنة النفط والثروات الطبيعية في برلمان كردستان العراق إن عملية تصدير نفط كردستان ما زالت متوقفة حتى الآن، رغم الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل على إعادة استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي. وأضافت اللجنة أنه لا توجد مشكلة لإعادة استئناف تصدير النفط من ميناء جيهان التركي، والاتفاق بين بغداد وأربيل أصبح نافذا ورسميا، مضيفا أن الحكومة لديها جوانب فنية تريد حلها مع حكومة كردستان قبل إعادة استئناف تصدير النفط، يتعلق أبرزها بإيرادات النفط والحساب البنكي الذي ستودع به عائدات النفط. من جانبه قالت اللجنة المالية في برلمان كردستان العراق إنه بالرغم من عدم استئناف تصدير نفط كردستان إلا أن حكومة بغداد هي التي ستتحمل الخسائر المالية الناتجة عن عدم التصدير. ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف في البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد وفي أربيل. وقال مصدر مالي إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت سعر صرف بلغ 144 ديناراً و250 مقابل كل 100 دولار، بينما سجلت أسعار البيع والشراء في المحال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 145,250 دينارا للبيع، بينما بلغت أسعار الشراء 143,250 دينارا. وفي أربيل سجل سعر الدولار ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 143,500 دينار وسعر الشراء 142,500 دينار مقابل كل 100 دولار. ارتفعت أسعار النفط مع تأثير تخفيضات الإمداد من أوبك بلس في مواجهة مخاوف بشأن زيادة رفع أسعار الفائدة التي قد تضر بالطلب. وارتفع خام برنت بمقدار 55 سنتا ليصل إلى 84.73 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 59 سنتا ليصل إلى 80.11 دولار للبرميل. وتراجعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد ارتفاعها لثلاثة أسابيع متتالية، بعد أن أشارت بيانات الوظائف الأمريكية إلى سوق العمل الضيق ما زاد من التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة مرة أخرى، ما قد يحد من الطلب على النفط. سجل تضخم أسعار المستهلكين في الصين أدنى مستوياته في 18 شهراً، وتسارعت وتيرة انخفاض أسعار المصانع في شهر آذار مع استمرار ضعف الطلب. وقال المكتب الوطني للإحصاء في الصين إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.7% على أساس سنوي، مسجلاً أبطأ وتيرة منذ أيلول عام 2021 وأقل من زياداته 1% في شهر شباط. كما انخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.5% على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة منذ شهر حزيران عام 2020. قبل الختام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.